قال فأعينوني بقوة. أولاً ما مكنني فيه ربي خير، ما أبي منكم شيء، أعينوني بقوة. لماذا؟ لماذا أعينوني؟ طيب معك جيش عرمرب بمئات الآلاف من البشر والأموال والمهندسين والقدرات والإمكانات، لماذا يطلب منهم هم أن يعينوه مع أنهم هم طلبوا الإعانة منه؟ قال أعينوني بقوة، أبي يد عاملة، أريد يد عاملة. أما التخطيط والتفكير والهندسة عندي، عندي المهندسين أعلمكم وش تسوون، لكن أعينني بقوة. طيب لماذا بقوة؟ لأنه لو بنى السد لهم ما عرفوا قدر وطنهم ولا المكان الذي يعيشون فيه. لذلك قال أعرقوا معي، إيتوني زبر الحديد، اجمع الحديد وانفخوا وشبوا النار وآتوا القطر، كل هذا حتى يعرقون وحتى يتعبون، لأن الذي يأتي بلا نصب ولا تعب نعمة مجحودة. ما يعني نعمة مجحودة؟ تصور السيارة اللي تشتريها لولدك يفحط عليها، لكن يوم صار موظف وشراها هو عند كل مطب قال بسم الله، إذا نزل قال الحمد لله، ما شاء الله، فوق كل مطب يسمي، وإذا نزل حميد الله، لا تحك السيارة. طيب واللي قبلها الله يحفظ قال هذاك من جيب الشايب الله يحفظ، هذه لا جايبها من عرقي، لأنه شعر بها تألم. تزوجه بنت عمه ويطلقها ما بيها، يوم جمع المهر من عرقه وتعب تقول له اقلب وجهه قال سمي طال عمرك، ما شاء الله سمي طال عمرك، وهي تقول وبنت عمه تقول ابشر طال عمرك، يقول قلبي وجهه، ايش انقلبت الايه؟ هذه جايته سهله وباعها، وذيك تعب في جمع المهرها وصار ما شاء الله راحله جميله تركبها. ها لذلك المتعوب عليه، المتعوب عليه دائما يعرف قيمته. ولذلك إذا قال الآباء لكم معاشر الأبناء احترموا النعمة، لأنهم رأوا أضدادها، لأن أبوك وجدك جاعوا، والثوب اللي عندك رقم 14 أنت لابس الرابع عشر ما كان عنده إلا ثوب واحد وغترة واحدة وكان وجبة واحدة وكان يرعى ويتعب، لذلك عرفوا قدر النعمة. وبعض الآباء الأبناء يعتقد أن أبوه بخيل، بخيل، وأنا أبوك لا ترمي الباقي، وأنا أبوك لا سكر الحنفية، وأنا أبوك طف اللمبة اللي مالها سنع هذه نهار مولعين اللمبات يا ولدي. فيقول الله يا أخي إن هالشيبان هذولي بخلاء. يا حبيبي والله ما هو بخلاء، لأنهم رأوا فقدها ولا يريدون ضدها، لا يريدون أن يحل محل النعم نقم. فاحترم نعمة الله واعلم أن ذا القرنين قال لهم أعينوني بقوة، تعالوا نايمين متسدحين وإن نصلح وطنكم وبلدكم، لا الوطنك هذا لابد تعرق فيه وتتعب وتنصب، وأنا بدلك على، أنا سأعطيك الفكرة، والفكرة أغلى مما تعمل، لأن قاعد قدام يأجوج ومأجوج كل يوم يفسدون ما أقدر تردهم، أنا بعطيك الحل، سد لا يمكن يستطيعون صعوده ولا خرقه، لكن أعطني يدك، اليد العاملة مهمة في كل وطن، اليد العاملة مهمة، ولا يستنكف أحدا من أن يعمل بيده، فإن أجمل كسب الإنسان ياكل عرقة تعبان، التعبان هذا خبزته لذيذة ونومته لذيذة واستيقاظه لذيذ، أما ذاك اللي متورم من النعم، نعم ينام في النهار ويسهر في الليل، هذا المسكين لم يذق بعد لذة العيش.